إيمانا بدور الإعلام الاستباقي في تشكيل الوعي والهوية الوطنية، أطلقت وزارة الأوقاف بالشراكة مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مبادرة استراتيجية بناء الوعي 2021 لتتناول أهم القضايا الملحة على الساحة الفكرية وطرحها أمام الجهات المعنية للمشاركة فيها بكل فاعلية وإيجابية. بداية، قضية بناء الوعي واجب الوقت، لم تعد رفاهية إنما هي واجب الوقت. الحقيقة أنا سعيد إن احنا مع المجلس الأعلى للإعلام بنطلق لأول مرة استراتيجية متكاملة لبناء الوعي بقضايا محددة تطرح لمدة عام وبشراكات واسعة مع كل الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية ببناء الوعي. النقطة الثانية اللي بأكد عليها، لدينا مناخ ذهبي، مناخ ذهبي سواء للخطاب الديني، لتجديد الخطاب الديني، لتجديد الخطاب الثقافي، لمعالجة القضايا بحرية بالغة وبمنطق وبأرضية وطنية. اللي أكد عليه الأستاذ كرم وبأكد عليه التحديات التي تواجه الدولة المصرية، في مقدمتها العلاقة بين الأديان والأوطان وأن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان. البشرة اللي احنا بنزفها خلال المجلس الأعلى للإعلام، كل الشباب الراغب في دورة مهنية متخصصة في الإعلام الديني، المجلس هيبدأ يعلنها على موقعه، وهنستهدف 50 في كل مجموعة، مستعدين نعمل عدد للمجموعات، وهنستضيف مستضافة كاملة في أكاديمية الأوقاف للتأهيل والتدريب، وهيكون مجلس الأعلى للإعلام هيتولى الجانب المهني والإعلامي والفني، وإحنا هنجيب مجموعة من كبار العلماء في التثقيف الديني والقضايا الجديدة، ليست مش هنعلموا القضايا الدينية إنما قضايا التجديد، القضايا العصرية، ودي تكون نواة إن شاء الله مستقبلا لضبط الخطاب الديني. حاجة تانية، هنضع تحت يد المجلس الأعلى للإعلام قائمة زي ما قال الأستاذ كرم بالشباب الحديث الواعي الفاهم اللي تم تأهيله، وبخاصة الواعظات، ليكونوا تحت نظر المجلس في أي برنامج يحب يستفيد بمجموعة آمنة. النهاردة أطلقنا مبادرة تحت عنوان استراتيجية بناء الوعي 2021 بالتعاون مع، يعني مبادرة مشتركة بيننا وما بين وزارة الأوقاف ومعالي الوزير. احنا المحور الرئيسي من المناقشات اللي خرجنا بيه ازاي نخرج بالمناقشات والآراء كويسة جدا اللي اتقالت جوه هذه المحاضرة الى الجمهور المستهدف، نخرج بها للناس حتى لا تصبح مجرد توصيات او مجرد مؤتمرات. واتفقنا على عدة اشياء، ان تتعمل دورات تدريبية مهمة جدا ومكثفة، معالي الوزير سواء في معاهد التدريب او في المجلس الاعلى للاعلام او في دور الصحف او في القنوات الفضائية. معالي الوزير من الكلام اللي قاله كان كويس جدا جدا، انه يعطي المجلس قائمة باسماء الدعاة سواء الرجال او سيدات ورجال الفكر، الشباب الجديد، شباب الدعوة الجديد اللي يقدر يقدم افكار بتتوافق مع المجتمع. استراتيجية بناء الوعي 2021 التي أطلقتها وزارة الأوقاف بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام بالتأكيد مبادرة في غاية الأهمية، تهدف في المقام الأول إلى الارتقاء بأفاق الوعي والإدراك والمعرفة لمجابهة الكثير من التحديات التي تواجه الوطن في مختلف القضايا، حتى تصبح هذه الاستراتيجية مرجعا قويا وهاما من خلال العديد من الموضوعات التي تتبناها وتصدر كتبا عنها، بما يساهم كل ذلك في الارتقاء بالوطن وتشكيل الهوية الوطنية المثلى لدى أبنائه. عاصم الشندويلي لبرنامج على مسؤوليتي.